طالب العلم في رمضان ينبغي له أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم له في ذلك قدوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس كان أجود الناس بالخير يعني على الإطلاق، وكان أجود ما يكون في رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أطلق عبد الله بن عباس كان أجود الناس بالخير يعني بجميع أنواع البر. وينبغي لطالب العلم أن يكون من المتسابقين لأعمال البر في رمضان لأمور متعددة، منها أن طالب العلم من أهل المعرفة بالنصوص من الكتاب والسنة، والحجة في ذلك قد ظهرت عليه، فإذا ظهرت الحجة على الإنسان وكان من أهل المعرفة بها كان من أهل العمل، هذا هو اللائق به. وإذا قصر عمله عن علمه كان ذلك من أمارات النفاق التي يعدها غير واحد من أئمة السلف. ولهذا جاء عن سفيان أنه قال كلما ازداد أو ازداد الرجل علما فازداد من الدنيا قربا إلا ازداد من الله بعدا. لهذا ينبغي للإنسان أن يصاحب علمه العمل. وجاء هذا عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى قال العلم يدعو إلى العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يصاحب ذلك العلم شيء من عمله، فيقوم بإسقاط التكليف الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه ولو بشيء يسير. كذلك أيضا فإنه هو القدوة الذي يقتدى به في داره وكذلك عند غيرهم بأن يقتدى ويتأسى به بأقواله فتقرن بأفعاله. فإذا صدقت الأفعال الأقوال كان الإنسان من أهل الإيمان القوي والإخلاص، كذلك أيضا كان من أهل الثقة. وأضعف الناس يقينا الذين يقولون ولا يفعلون كحال كثير من المنافقين. وكذلك أيضا أقل الناس ثباتا على أقوالهم الذين لا يفعلون بأقوالهم، وهذا أمر معلوم مشاهد. لهذا ينبغي للإنسان أن يثبت قوله واعتقاده بعمل. والأعمال بالنسبة للعلوم وكذلك للأقوال كحال المثبتات في الأرض من الأوتاد التي يضعها الإنسان يثبت بها ذلك العلم. لهذا الإنسان الذي لا يثبت علمه بعمل كحال الذي قد جعل علمه في مهب الريح تأخذ به يمنى ويسرى. لهذا إذا تعرض للفتن وتعرض لأقوال المخالفين ونحو ذلك كان هشا ضعيفا، بخلاف الذي استدام على عمله الذي يعلمه كان من أهل الثبات. وخاصة في هذا الشهر المبارك لأنه شهر الرحمة وشهر المغفرة، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في كل ليلة لله عز وجل عتقاء، كما جاء الحديث عطاء عن عبد الله بن عباس أنه قال إن لله عز وجل في كل ليلة عتقاء من النار، فإذا كانت آخر ليلة من رمضان أعتق الله مثل تلك الليالي في آخر ليلة، يعني في ليلة واحدة يستوعب الله عز وجل فيها ما أعتق من تلك الليالي. لهذا ينبغي للإنسان يتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له. والمراد من هذا أن أبواب الرحمة تفتح للإنسان عن يمينه وشماله وأمامه ومن خلفه وبين يديه، فإذا لم يلج منها فإنه أبعد أن يلج في غيرها. وهذا هو المقصود من قول رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له. والرحمة تفتح وتعرض أيضا للإنسان في كل حين، فينبغي الإنسان أن يبادر. وكل عمل فضله الله عز وجل على غيره في رمضان فهو مفضل في رمضان، والحسنة معظمة والسيئة أيضا معظمة، وإلا لا معنى لتعظيم الشهر وليليه. وينبغي لطالب العلم أن يعلم أيضا أن فضل العمل في نهار رمضان أفضل من العمل من ليله من سائر الأعمال. ويستثنى من ذلك عند بعض العلماء بعض الليالي في ليلة القدر هل هي أفضل من النهار أم لا. فبعض العلماء يقول إن العبادة في النهار هي فاضلة في الصيام مجرد، بخلاف الليل فإنه أفضل من جهة الصلاة مجرد. وأما بقية الأعمال فإن النهار في ذلك أفضل، وهذا هو الأوجه. لأن الأصل في صلاة النافلة أن صلاة الليل هي أشد وطئا،
وكذلك أفضل من سائر النوافل المطلقة. لهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يكثر من العبادة المطلقة في نهار رمضان، لأن النهار في ذاته أفضل في العبادة، ويستثنى من ذلك أمر الصلاة فمحلها من جهة الإطلاق الليل كما دلت الأدلة الظاهرة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ينبغي له أن يكون من أهل الإكثار بقراءة القرآن في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع للعبادة في رمضان، فإذا انقطع وهو صاحب الرسالة للأمة كلها والناس بحاجة إليه، فانقطاع من كان أقل من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة للناس وكذلك أيضا حاجة الناس إليه، فإنه ينبغي للإنسان في ذلك أن يبادر بالاعتكاف وكذلك أيضا الانقطاع عن علائق الناس والصلة بهم، فهو وإن احتاج إليه لم يكن كحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام متعدد الأزواج وكذلك متعدد المهام بصلة الناس به وحاجتهم إليه من جهة الفتية، وهو المتصدر وحده في ذلك والمبلغ عن رب العالمين، لا يفتى في حياته عليه الصلاة والسلام إلا عن الوحي، ولا يستعمل العقل ولا القياس في ذلك بحضرته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام وانقطع. والاعتكاف قد هجره كثير من طلاب العلم فضلا عن العامة، ومن الأمور والسنة التي ينبغي أن تحيا عند كثير من الناس، أن يحييها الإنسان في نفسه وفي أهل بيته، وأن يأتي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا أن يقلل الإنسان عن الصوارف المزاحمة للقرآن حتى وإن كان ذلك علما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما اعتكف لازم ذلك أنه انقطع عما كان عليه قبل ذلك أو قلل من التصدر للناس وعقد المجالس في مسجده عليه الصلاة والسلام وتعليم الناس وكذلك استقبال الوفود لمعتكفه عليه الصلاة والسلام، وليعمر ليله أيضا بالعبادة والذكر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر دخل معتكفه، ومعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام له خباء مضروب في المسجد ولم يكن يدخل هذا المعتكف إلا لأجل النوم، ومع ذلك فهو المسجد يصلي ويقرأ ويذكر الله عز وجل، وينبغي على ذلك أن يكون طالب العلم، فإنه أحرى أن يقتدي به. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. والإرث هنا كما أنه في المعلوم كذلك أيضا في المفعول، أن يقتدي بفعله، وإلا لا معنى لإرث يأخذه الإنسان ولا يقوم بعمله، فإن ذلك أبخل الناس. وحينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، الورثة يتباينون من جهة مقدار الإرث، منهم من يأخذ النصف، ومنهم من يأخذ الثلثين، ومنهم من يأخذ الربع، ومنهم من يأخذ الثمن، ومنهم من يأخذ السدس، وأكثرهم حظا في ذلك من استوعب العلم كله، ولكنه في موروث النبي عليه الصلاة والسلام محال، لأن العلم لا يدركه أحد، وإنما يتباين الناس فيه أخذا. لهذا ينبغي للإنسان أن يأخذ من العلم ما أطاق، وأن يعمل بما أطاق من ذلك المعلوم. وإذا لم يعمل الإنسان بذلك المعلوم هو كحال الإنسان الذي يرث مالا ويكنزه ولا يؤدي زكاته، فهذا أبخل الناس على نفسه وأبخل الناس على غيره. كذلك أيضا من أخذ علما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يقم بالعمل به ولا بتبليغه، فهذا أقام الحجة عليه وحبس الخير أن يصل إلى الناس، فهذا أبخل الناس. لهذا ينبغي للإنسان أن يكون رحيما بنفسه وعليها، وأن يكون رحيما بالناس وعليهم، رؤوفا بهم بتبليغ العلم وهدايتهم ودلالتهم في الضلال، وكذلك في ورودهم لحياض المنكر، أن يكون حارسا على تخوم الإسلام حاميا لها، خاصة في هذا الشهر الذي تكثر فيه الشبهات ويفتح فيه الشر بمصراعيه، سواء في القنوات الفضائية أو الصحف وغيرها، فيفتح في هذا الشهر من قنوات الفضائية، ويفتح أيضا من المسلسلات، ويفتح أيضا من الملهيات ما لا يحدث في غيره من الأشهر. وإن صفل شياطين الجن، فإن شياطين الإنس ليست مقيدة في هذا الباب. لهذا ينبغي للإنسان مع اقترانه بعمل الصالح وانصرافه إليه، ينبغي أن يصاحب ذلك دعوة الناس إلى الخير، وكذلك أيضا أن يصاحب ذلك التحذير من المنكر والشر، فإن الإنسان مدام آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر في كل حينه، فإنه قد أخذ الإرث
بكامله الذي كلفه الله عز وجل به، وهذا غاية ما يطيقه الإنسان. ومن الأمور التي ينبغي للإنسان بها خاصة ما يتعلق بطالب العلم أن يعتني طالب العلم بالسنن والهدي الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحاكي النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يعاينه في سحره فيؤخر السحر، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك عن زيد بن ثابت عليه رضي الله تعالى أنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرجنا إلى الصلاة قال كم بين الصلاة والسحور؟ قال قدر 50 آية. فتأخير السحور من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرص عليه ولو على حسوة ماء أو على تمرات أو رطبات، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نعمة سحوركم التمر. لهذا ينبغي الإنسان أن يحرص ولو على الشيء اليسير من السحور، فإنه بركة، وأكلة السحر آكد من أكلة الإفطار، وذلك أن المفطر يستقبل إمساكا، وذلك الإمساك يحتاج إلى عمل والتصبر، وأشرف ذلك وأفضله هو الصيام، فلا يتجلد الإنسان عليه ويتحمل إلا بسحور. لهذا كانت البركة هي المقصودة في هذا الخبر. كذلك أن يعتني بالسنن من تعجيل الفطر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين من حديث أبي حازم عن سال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. لهذا ينبغي له أن يعجل، وقد كان عبد الله بن عمر كما يقول مجاهد بن جبر يعجل الفطر حتى إن نستره خشية أن يراه الناس، وليس المراد بذلك أنه يفطر والشمس ظاهرة، وإنما المراد بذلك أنه يعجل في حال تأخير الناس. فينبغي للإنسان أن يعجل الفطر وأن يعجل الصلاة، كذلك أن يقتدي بفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن من حديث ثابت عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على تمرات فإن لم يجد حسوات من ماء، وهذه لفظة تمرات وكذلك حسوات إشارة إلى التقليل وعدم الإكثار، وهذا ما يقول به أيضا حتى أهل الطب في حال جوع الإنسان وطول صيامه ينبغي أن يقلل. كذلك أيضا في أمر الموازنة بين سحور الإنسان كذلك فطرة من جهة عدم الإكثار في الجميع، كذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك سواء من دعوة غيره إلى طعامه سواء في السحور، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا غيره إلى سحوره، وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد وغيره، وجاء في ذلك أيضا عن بعض السلف من التداعي على طعام الإفطار، وهذا من الأمور الحسنة. كذلك أيضا فإن طالب العلم ينبغي أن يكون معلما لأهل داره، موجها لهم، رفيقا رحيما بهم، وأن يظهر السنن الظاهرة حتى ما كان يسر النبي عليه الصلاة والسلام من أمر التعليم، فإن عمر بن الخطاب كان ربما جهر فيما هو من حقه الإسرار كجهره في بعض استفتاحات الصلاة تعليما للناس وتعليم الأهل والذرية، فإن هذا من الأمور التي هي في عنق الإنسان وأولى ما يقوم به الإنسان. كذلك يعتني الإنسان بأن يجعل له وردا من القرآن ويكثر من قراءة القرآن، أن يجعل له ختمة في كل يوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع بقدر استطاعته. وقد كان غير واحد من العلماء كما نقل الربيع عن الشافعي رحمه الله أنه كان يختم القرآن في رمضان في كل يوم مرتين، وهذا به من ما يتضمن من الإشارة إلى التفرغ التام للقرآن، التفرغ التام لقراءة القرآن وإكثار من ذلك، فإن هذا لا يوفق إليه إلا الموفق. والقرآن أنزله الله عز وجل ابتداء في رمضان، ولهذا سمى الله عز وجل بذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فينبغي الإنسان أن يكثر في هذا الشهر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر. كذلك أيضا ينبغي أن يكون للإنسان من يدارسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدارسه جبريل مع أن القرآن عنده من باب التثبيت والضبط، وأن يكون للإنسان من يعينه على هذا الأمر ممن حوله من صاحب أو كذلك أيضا من صاحب أو تلميذ أو شيخ أو زوجة أو نحو ذلك، فإن مدارسة أهل الخير في ذلك للقرآن وكذلك للعلم من الأمور المستحسنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أن يهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وأحكام الوارد في ذلك من أمر قيام الليل وتقسيمه في الليل، فإن الناس قد اعتادوا في رمضان على سرد قيام الليل بعد صلاة العشاء وما يسمى بصلاة التراويح، ثم ينصرفون ولا يصلون
ولا يصلون إلى الفجر. وهذا وإن جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند والسنن عند أبي داود وغيره من حديث أبي الدردة قال عليه الصلاة والسلام من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا من جهة الأجر. أما من جهة العمل فينبغي للإنسان أن يعمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من الصلاة في الليل قدر وسعه وطاقته، خاصة في هذا الشهر المبارك. كذلك أيضا أن يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الإطالة، وكذلك أيضا مسألة التخفيف. ولا حرج عليه إن كان من يطيل ويشق عليه أداء الصلاة في نفسه على سبيل الاختصار يصلي في بيته، فلا حرج في هذا. فهذا قد جاء عن جماعة من الصحابة كما جاء عن عبد الله بن عمر والقاسم وسعيد بن جبير وغيرهم مسألة الصلاة في البيت. روي هذا عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يقول بهذا القول. فهذا من الأمور الحسنة التي ينبغي للإنسان أن يعتني بها إذا وجد إقبالا عليها في بيته أو أخشع له. فهذا هو الأولى في حقه، والنفوس في ذلك تتباين، وعقد الجماعات في ذلك هو السنة، وينبغي ألا توجر. وإذا كان الإنسان يغلب على ظنه إذا كان قدوة وبهجره توجر المساجد، فإنه ينبغي له ألا يدع جماعة المسلمين ولو خففوا، ولو كانت صلاته في ذلك في داره أولى وأحض أيضا إلى نفسه. فينبغي أن يجمع الناس، فإن جمع الناس على الخير أولى. وهذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله مع أمته في كثير من الأحيان جمعا وتأليفا لهم على أمر الجماعة، فإن في ذلك من الأجور المتعدية مما لا يحصى. كذلك ينبغي الإنسان أن يبتعد عن الفاضي السوء والغيبة وما يقضي الصيامة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في البخاري في حديث أبي هريرة قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يعني أن حاله كحال من ترك الصيام وأكل وشرب، يعني أن هذا ليس له أجر، وإن زاد هذا الإثم فذلك زاد إثما وأحبط أجره كذلك. ولهذا كان السلف يحترزون ويجعلون الغيبة كحال من أفطر حكما باعتبار أنها تنقص الأجر، كما جاء هذا عن إبراهيم النخعي فيما روى ابن أبي شيبة من حديث الأعمش عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يقولون إن الغيبة تبطل الصائم، يعني تنقص أجره حتى ربما تذهب الأجر. وكذلك جاء هذا عن أنس بن مالك فيما روى ابن حزم المحلى من حديث الهيثم عن ثابت عن أنس بن مالك أنه قال: الغيبة تبطل الصائم. فينبغي الإنسان أن يقلل من المباحات خشية أن يقع فيما به بأس فيأثم بذلك، وربما يتجرأ على المحرمات فتحبط أجره. وهذا هو الإنسان المحروم. ولهذا كان غير واحد من السلف يقللون من الخروج في رمضان والبروز إلى الميادين لخشية أن يخدش الإنسان صيام. وليس المراد بذلك هو أن يهجر الإنسان المباحات بالكلية، وإنما يتقلل منها، فإن هذا الشهر لا يدري الإنسان هل يدركه فيما يأتي أو لا يدركه. وهذا الشهر هو شهر جليل القدر وفضله معلوم. ولهذا كان السلف الصالح يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم إياه، كما جاء عند أبي القاسم الأصفهاني من حديث أحمد بن عصام عن معلى بن الفضل أنه قال: كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، وإذا بلغهم رمضان دعوا الله 6 أشهر أن يتقبله الله عز وجل منهم. وقد جاء عن مكحول بن راشد كما رواه النعمان عن أن مكحول أنه قال: اللهم سلمني لرمضان وسلمه لي وتسلمه مني متقبلا. لهذا ينبغي الإنسان أن يحرص عليه من جهة استقباله وتهيئ لذلك، وعدم الانصراف إلى العلاقة الأخرى مما يتعلق به العام من تنوع المآكل والمشارب وتنوع السهر والسمر بما لا يفيد الإنسان إلا ما يستفيد به الإنسان علما عارضا أو فائدة من أمر دينه أو شيئا لازما من أمر دنياه مما يتعلق به أو بأهله أو من يقوم على ولايته، فإن هذا من الأمور المستحسنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لمرضاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.